السلام عليكم شباب شابات، مساء الخير عليكم كاملين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الله يكبر بكم الإخوان الأخوات، الله يجزيكم بخير. هلا والله. شكرا لكم كاملين. واحد بواحد، كما عرفتوا اليوم غيكون واحد لايف خفيف ان شاء الله الرحمن الرحيم. على وديت الافيليت، نتسنى واحد جوج دقائق بما تجمعوا الاخوان ونقدروا نبداو. الله يكبر بك خويا سي محمد تاه الراس، تحيه. راك منور. كما قلت لكم نتسنى واحد شويه الوقت ونبداو. طرحتوا لي كيستيون ديالكم كاملين في البوست اللي حطيت البارح، اصلا تقريبا نفس الاسئله كتعاود واحد 7 ولا 8 ولا 9 الاسئله. انا كتبتهم عندي ونوطيتهم، وان شاء الله الرحمن الرحيم نجاوبوا عليهم، وديك الساعات ندوزوا لي كيستيون اخرين اللي عندكم. ديك الساعات نتنا واحد جوج دقائق ونبداو ان شاء الله. أزول سي حسن، أعتقد 10 الليل في المغرب اليوم الاثنين. الصوت مزيان بعدا، أعتقد الصوت راه مزيان. اوكي مزيان، الصوت مزيان، نقدروا نبداو. نتسناو باقي دقيقه ونبداو ان شاء الله. الحمد لله. باقي شي برد في المغرب ولا اوكي؟ نبداو الاخوان، نسد التعليق، لان التعليق انا واخا ما كنبغيش نرد البال معاهم، كي 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 زعما كيدرونجيوني. ما عرفت كيفاش نسيت عاود ثاني كيفاش كنسجل لكم. اوكي هيا تورن اوف كوماند. اوكي كي احنا سدينا لي كومونتير تستواو. كما قلنا الاخوان ان شاء الله الرحمن الرحيم اللايف غيكون فقط حول الافيليت. السيرفيس اللي كانت طلقتها سي او دي نتورك مؤخرا، في يمكن واحد جوج الاسابيع ولا ثلاث اسابيع هذه، والحمد لله ديجا بدات، والحمد لله ديجا غاديه مزيان. وبزاف ديال الاخوان والاخوات كيسولوا بزاف ديال لي كيستيون على الافيليت، شنو هو الافيليت، لاش كيصلاح لاش ما كيصلاحش، كيفاش النظام ديالو. ان شاء الله في هذا اللايف ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نجاوبكم على واحد 8 ولا ديال لي كيستيون اللي لقيتهم في لي كومونتير، او اللي كيجوني بزاف الخاص وتعاودوا بزاف. اول سؤال غادي نحطكم باش حتى نتوما تعرفين شنو كتسناو. السؤال بزاف كيسول شنو هو الافيليت. ثانيا بزاف كيقول لك لاش كيصلح لهذا الافيليت. ثالثا شنو هو الفرق ما بين الافيليت وما بين انك تشري سلعتك وتبيعها، وشكون اللي فيهم اللي احسن. ونتمنوا بزاف هذا السؤال الثالث تركزوا بزاف، لان كما يتقال. رابعا بزاف سولوا على شنو هما المنصات الإعلانية اللي مزيان نخدمو بهم اللي كنسوقو المنتجات في الأفيليات. الناس بزاف سولوا على دي بروبليم تكنيك في الأفيليت لينك وهادشي ندوزو عليه. شحال هو راس المال اللي غيخصني باش نبدا كمسوق أو كأفيليت؟ هاد المنتجات ديال من، فين كتجي، شحال ربح فيها، واش ناجحة واش ما ناجحاش، إلى آخره. بزاف كيتعلق بالبروداكت اللي كاينين تما. ثامنا بزاف كيسولوا امتى كنتخلصوا وامتى غنشد فلوسي، حتى هو مهم بزاف. وتاسعا شنو هما الحوايج اللي تقدروا تفيدونا بهم، اللي تقدروا تعطيونا الى حنا خدامين في الافيليت. هادو هما مجمل لي كيسيون اللي جاوني، هما دائما هما اللي كيتعاودوا. غادي نبدا نشرح فيهم واحد بواحد، وملي نساليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم نطلق لي كومونتير باش شي واحد الا ما فهمش شي حاجه ندوزو. اول حاجه سولتوها شنو هو الافيليت. اوكي الافيليت الاخوان هو واحد كلمه انجليزيه، الى جينا نترجموها بالعربيه هو مسوق، المسوق بالعموله. الافيليت هو واحد الشخص اللي كيمشي
كيسوق لواحد المنتج وملي كترى المبيع بنجاح كياخذ واحد الكوميسيون او واحد العموله او واحد النسبه اللي متفق عليها مسبقا. بحال قلتي السمسار بالعربية طالت، بحال قلتي السمسار عطيناك هذه السلعه قلنا لك سير الى بعتيها ما تشريهاش بيان سور، هذا هو اهم شيء، ما تشريهاش، نعطيك هذه السلعه ديها الى بعتيها نعطيك 10 دراهم، ما بعتيهاش رجعها لبلاصتها. هذا هو الافيليت بواحد الخلاصه، يعني ملي كنقولوا شي نيتورك شي شبكه ديال الافيليت هي واحد الشبكه كتخول لكم كتعطيكم انك تدخل واحد البلاتفورم غتلقى عشرات او المئات او الالاف المنتجات، كتختار المنتج اللي عجبك وفق داكشي اللي بغيتي تسوق ليه وفق الاكسبيريونس ديالك وفق العموله، كتقول هذا غادي نخدم على هذا البرودوي حيت كيعطيو فيه 20 دولار وهذا غنخدم عليه حيت كيعطيو فيه 25 دولار وهذا ما غاديش نخدم عليه حيت كيعطيو غير 10 دولار. كتاخذو ما كتملكش السلعه ما كتشريهاش ما كتحط فيها فلوس، كتاخذ داك البرودوي كتحطو في موقع ديالك كيجيو مبيعات ودوك المبيعات كيدوزو اوتوماتيكمون للشبكه ديال الافيليت، هما كيكونفيرموهم بار تليفون وكيشيبيوهم وكيليفريو. اين فوا كتليفرا كتاخذ العموله ديالك. السؤال اللي بزاف طرحوا ليا، شكون كيخلص لنا داك المصاريف ديال الشحن دوك المصاريف ديال الكول سنتر؟ انت كمسوق ما كتخلص حتى شي حاجه، انت كمسوق كتاخذ كتمشي كدير اعلان كتجيب مبيعات، اي وحده تليفرات فيهم كتاخذ عموله، اي وحده ما تليفراتش ما تكونفيرماتش ما سوقكش ما كتخسر فيها الريال. اعتقد هنا الفكره واضحه بزاف. السؤال الثاني هو لمن كيصلح الافيليت؟ قبل انا مزيان قدامي واحد الحساب ندور بكم دوره هنا تفهموا شنو هو الافيليت. الافيليت الاخوان انا نضو فيك الضوء الكاميرا هنا هكا كتكون هكا كتكون مشحال الكاميرا اسمحوا لي هكا كتكون كتدخل الحساب ديالك كتلقى بزاف ديال المنتجات. مثلا بغيت نسوق لهاد اكزومبل هاد المنتج حسب الدول كاينه الدوله اللي بغيتي، مثلا بغيت نسوق لهاد المنتج با اكزومبل في سلطنه عمان هي ممكن في عمان، كيقول لك ودي هاد البرودوي اكزومبل الا سوقتي لي راه غتبيعو ب 24 ريال عماني وغنعطيوك ما يعادل 25 دولار على كل مبيعه. كتدخل هاد الاوفر، كل ما عليك انك كتطلب لهم ريكويست انك تخدم على هاد البرودوي، كدير لهم ريكويست ملي كيقبلوك كتلقى نشوف شي برودوي ديجا مقبول فيه في هذا الحساب. باش نعطيكم اكزامبل نقولوا مثلا هذا البرودوي ملي كتقبل كيكون عندك هنا ما كدير حتى شي حاجه، كتمشي كتاجوتي هذا البرودوي اللي كان عندك للستور بكبزه زر كتكليكي عليها كيتاجوتي عندك البرودوي، كتمشي للستور ديالك كتقادو وكتسوق ليه المبيعات اوتوماتيكمون كيدوزوا للبلاتفورم وكيتحسبوا لك الارباح ديالك وكيتحسبوا لك كل شيء عندك. هذه غير خلاصه باش غير تاخذوا فكره. اما انا في هاد اليومين غنقد لكم فيديو في اليوتيوب بالشرح بكل شيء كما ولفتوا فيا. هذا بالعموم او بخلاصه الافيليت، شنو هو الافيليت؟ ندوزو السؤال الثاني لمن كيصلح الافيليت، وهنا بغيتكم تركزوا معايا. الافيليت في المنظور ديال ايديحيا باش ما يقول لي شي واحد لا راه قال فلان ولا قال علان، انا المنظور ديالي الشخصي الافيليت كيصلح لجوج نوع ديال الناس. كيصلح الناس اللي عندهم بيجي او ميزانيات صغيره ما كتسمحش لهم انهم يمشيو يخدموا مثلا في الخليج ولا في افريقيا ولا في اي بلاصه في العالم، وخصهم يشريو السلعه مينيموم واحد 300 حبه 400 حبه دوك 3 مليون 4 مليون 5 مليون الفلوس ما عندوش. يعني اول افيليت كيصلح لاي واحد عنده دي بي جي صغار عنده 1000 درهم 2000 درهم 5000 درهم، هذا اول نوع كيصلح ليه الافيليت. هنا كيكبر راس المال ديالو، ممكن ينتقل يكون تاجر، ممكن يبقى في الافيليت كمسوق وفق ما هو مرتاح فيه. النوع الثاني اللي كيصلح ليهم الافيليت هما الناس عندهم الفلوس، ماشي هو الفلوس اللي مشكل عنده باش يشري ستوك ويبيعو الراسو، مي هو مشغول، مي هو عنده غير ساعه ساعتين في النهار، موظف ربات بايت الى اخره، ربما الوظيفه ديالو ما كتسمحش ليه، ربما التركيز ديالو ما كيسمحش ليه، ربما غير عقله. كاين الناس كيقول لك انا ما فيا اللي قبل ستوك شري ستوك هز انا نجي نسوق بست دقائق عشر دقائق في النهار. هذا هو جوج الناس اللي من كيصلح الافيليت. مي هنا غادي دابا هذا السؤال الثاني غادي يحيلنا على السؤال الثالث اللي هو شنو هو الفرق ما بين نكون مسوق ولا نكون بائع. باينه تكون مسوق هو انك ما كتملك السلعه ما كتشريهاش مسبقا،
ما كتضيعش في ليلي ديال التيست، ما كدير حتى شي حاجه، كتدخل البلاتفورم كتاخذ برودوي كدير ليه اعلان $10 $20 كتجيب مبيعات كيتكونفيرما وكيتليفراو فيهم نسبه كتاخذ العموله ديالك. اوكي أسوأ السيناريوهات اللي يقدر يوقع هو ان ديك $10 ولا $20 باش درتي الاعلانات تمشي ليك وما تجيبش مبيعات، هذا هو أسوأ سيناريو بارابور الى البائع. هو لا، البائع هو واحد الشخص اللي كيشري السلعه بواحد 2 مليون 3 مليون 10 مليون 100 مليون وكيحطها كيمشي كيدير ليها الماركتينغ، يعني كيولي كينفيستي مبلغ مسبقا قبل ما يبدا في البيع. مي هادشي ما كيقول، ما كنقولش انا البائع هو اللي ما مزيانش، بالعكس البائع دائما كيربح اكثر من المسوق. باش نجيكم صريح، المسوق ياخذ عموله، البائع كيديها كامله. يعني كيستيون ديال غير تفكير، كيستيون دو كل واحد فين مرتاح. اوكي جاوبنا على ثلاثه اسئله. واحد السؤال غنجاوب عليه رابعا جاني بزاف، هو المنصات الاعلانيه فيسبوك سناب شات تيك توك، خدم يوتيوب ادز جوجل ادز، خدم كيما بغيتي جميع المنصات الاعلانيه مزيانين. راس المال، السؤال السادس اللي كيجيني او اللي جاني بزاف هو شحال غنحتاج من راس المال. انا نقول لك غتحتاج من راس المال ابتداء من 50-100 دولار باش تلقى واحد الحمله اعلانيه ديال $10 $20 واحد ثلاث ايام اربع ايام ولا اسبوع. وهاد السيمانه غتجيب مبيعات، والسيمانه الجايه داكشي اللي جبتي غيتليفرا، غتاخذ الفلوس وهانت دورتي الرويضه في اسرع وقت ممكن بواحد البيجي اللي هو صغير. يعني كجواب راس المال الكافي هو واحد ابتداء من $100 كنقول، ولا كان اكثر احسن. السؤال السابع هو هاد المنتجات ديال من، واش هي ناجحه غير ناجحه. مزيان هاد السؤال حيت بزاف الناس كيسولوا، حيت حنا كمغاربه دائما عندنا واحد الفكره، دائما كنفكروا بواحد الطريقه ديال لا كاين تما شي حاجه. شوف الاخوان، هاد المنتجات المالك ديالها ماشي حنا بلاتفورم ديال افيليت نيتورك، حنا منصه للتسويق بالعموله، كنجمعوا ما بين جوج الناس، ما بين اصحاب المنتجات وما بين المسوقين، حنا غير في الوسط بحالنا بحال كناخذوا العموله ديالنا. دونك الا سولتي لهاد المنتجات اللي من تعود، هو منتجات ديال الناس سواء كانوا افراد او كانوا شركات، وكيتسموا باللغه ديال الافيليت ادفيرتايزر او المعلنين باللغه العربيه. المعلنين، معلن كيجي كيقول لك انا عندي هذا البرودوي بغيت تجيبوا لي ليهم مبيعات، وغنخلص داك السيد اللي جاب المبيعه قد وقد على كل مبيعه ناجحه، ولي فري ديالكم نتوما من توصيل وكول سنتر الى اخره. وممكن اي واحد فيكم عنده هذه المقدره يتواصل معنا، يقدر هو يحط ستوك ديالو. هذه نقطه اولى ديال من هذه المنتجات. النقطه الثانيه، واش هذه المنتجات مساتوريه ولا لا؟ كونوا على يقين ان اي منتج لقيتوه في الافيليت سواء عندنا سواء في اي بلاتفورم في العالم عرفوا انه منتج رابح. تقولوا لي علاش كتقول هذه الهضره؟ لان ما كايناش شي افيليت نيتورك ولا شي ادفيرتايزر غيخلي داك المنتج اللي هو خاسر ويخليه تما كيخسر. نعطيك مثال، افترض معايا انت جبتي لي 5 دليليت، انت كمسوق مشيتي درتي ادز جبتي لي 5 دليليت، انت خسرتي عليهم مثلا $3 لواحد، 3 مضروب في 5 انت خسرتي $15 في الادز، وجبتي 5 دليليت رجعتي للور، شحال خسرتي انت السي المسوق؟ $15. هو راه غادي يخسر عليهم 5 باش غيكونفيرمي هاد 5 دليليت، نقولوا هاد 5 دليليت غادي تكونفيرمو فيهم 3، خصو يشيبيهم $8 $8 $8، ها هو واحد $24 غير في الشيبينغ، شحال غتليفرا فيهم؟ غتليفرا فيهم وحده ولا جوج؟ انت الا تليفرت وحده غيعطيوك $22، شحال خسرتي انت؟ خسرتي $15 في الادز وخديتي 22، دونك انت دخلتي في جيبك $7 ربح صافي. هو راه الا المنتج ما كيتكونفيرماش مزيان ومزيان عفوا وما كيتليفرش مزيان، افترض معايا هو هاد 5 اللي جبتي ليه انت خسرتي $15، هاد 5 ما تليفرت حتى شي وحده، انت خسرتي $15، هو شحال خسر؟ خسر 8 في 8 في 8 شحال؟ $24، وخسر على $5 ديال الشيء باش كونفيرمو $29، غتلقى في التوتال من غير البرودوي من غير خسر واحد $30. دونك الا هو غيخسر $30 ما غاديش تلقى غدا يقول لكم لا حبسوا لي هذا الادز، ما بقيتش هذا البرودوي ما بقاش تحطو عنده، ما غيبقاش عندك في البلاتفورم. اي برودوي كاين تما عرفوا ان كاينين ناس وراه كونطابيليتي حسابات لي كالكول اللي كيخلي داك البرودوي كاين في واحد السيف
في واحد منطقه الامان ديال الربح سواء للمسوق او للمعلن بداك الثمن اللي كتشوف. السؤال ما قبل الاخير اللي تسولت عليه قبل ما نحلوا لي كيسيون هو امتى كاين الخلاص. الخلاص كاين كل سيمانه، داكشي اللي كتبيعه من الاثنين حتى الحد، نهار الحد اوتوماتيكمون كتجينيرال انفويس مع جوج النهار، ونهار الاثنين كيتفيرساو لك فلوسك. راه اليوم 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 الاثنين اليوم الناس راه تفيرساو لهم فلوسهم الا كاين شي واحد هنا راه مي كاين شرط، ماشي غير عندك جوج دولار غادي نفيرسيوها لك. كاين المينيموم ديال خصك توصل واحد المينيموم ديال 100 دولار، اون فوا كتوصل 100 دولار كنعطيوك فلوسك. مثلا وصلتي غير 20 دولار كنخليوها لك حتى تكون 100 دولار باش انت ما تكونش عليك غاليه، لانني ها 22 دولار اجا نترونسفيها لك ومصاريف التحويل غادي تلقى راسك ما ربحتي والو. دونك بصفه عامه الدفع كل اسبوع داكشي اللي ليفريتي من الاثنين لحد كتجينيرا عندك انفويس، نهار الاثنين كيوصلوك فلوسك كتفيرساو لك فلوسك في الحساب البنكي ولا بيبال ولا اللي عطيتينا. تاسعا واش كاين مدير حساب عندي في الافيليت؟ ايه كاين عندك مدير حساب في الافيليت. وشنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو يقبل لك لي زوفر تخدم عليهم، واهم دور ديالو اللي خصك انت تبرسطو عليه تقول لي فلان اعطيني البرودويات او اعطيني لي زوفر اللي خدامين مزيان اللي فيهم واحد الكونفيرجن ريت طالعه سواء في الكونفيرميشن سواء في الديليفري. راه هادشي عادي جدا في الافيليت، ان النيتورك تاعك تقول لك ودي هما البرودوي اللي خدام مزيان هاد السيمانه هو هذا خدم عليها السي فلان، هادشي راه عادي جدا. دونك انت حاول تكون متطلب تقول للافيلي الاكونت ماجر ديالك اعطيني عافاك هاد السيمانه البرودوي اللي خدام مزيان وخصو يعطيه لك. اعتقد هادو هما لي كيسيون كاملين اللي كنت سولت عليهم، اعتقد كانوا واضحين. دابا غنحلوا لي كومونتير. الحمد لله كنت قلت خصني ننسى لهم في ربع ساعه، ان شاء الله الحمد لله ساليتهم في 17 دقيقه باش نخلي 45 دقيقه الثانيه لي كيسيون ديالكم. انا نحل لي كومونتير. بليز 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 شي واحد قبل ما نحل لي كومونتير ما يتقلقش مني شي واحد الا قريت الكومونتير ديالو وما جاوبتش عليه. علاش؟ الا قريت شي كيستيون اللي ديجا جاوبت عليه فهاد لي كيستيون ما غاش نجاوب عليه باش ما نضيعوش الوقت. مي راه الله يبغى يبقى مسجل وغير رجع عليه من الاول ويلقاه باش غير ما نعاودوش ونعطيو فرصه لي كيستيون اخرين. أخي لا تبيع ما لا تملك، ابحث في الدين. خويا راه ما غندخلش معاك في التفاصيل، راه سير قرا على الافيليت شنو هو. عاد تعرف علاش كندويو، لان ان تبيع ما ليس تملك راه فهمتيها غلط. ان تبيع ما ليس تملك هو ان بحال قلتي مشيتي دابا حليتي محل كتقول لهم انا غنبيع لكم الخبز وانت ما عندكش كاع الخبز وما دايرش كونتر مع حتى شي مخبازه ولا شي حاجه، كتقول حتى نشد فلوسي عاد نمشي نقلب على الخبز. حنا ماشي هادشي، حنا تسمصارت بالعربيه تعرف هي تسمصارت. الا قلتي لي هاد افيت حرام يعني كنقول لك تسمصارت حرام. المهم اخويا قرا مزيان عاد تعرف، ربما انت مشيتي مع واحد النوع ديال الدروب شيبينغ كنتفق معك فيه الى حد كبير، مي ماشي مشكله اخويا. قرا الافيليت يعني قلب على الافيليت. الفيديوهات التسويقيه علينا بطبيعه الحال الكرياتيف، حنا كنعاونوكم باللي عندنا، كنعاونوكم بزاف ديال الكرياتيف. مي راه اللمسه ديالك انت راه كتلقى بزاف ديال الناس كيخدموا على نفس الاوفر، واحد نجح معاه واحد كيربح منه بزاف واحد كيربح منه شويه، فقط لان هذاك ابدع في الكرياتيف ابدع في الفيديو باش كيقول اد كوبي. اش كيجيك حرات؟ حرات كيجيني ولد خال الوالد. واش كتقبلوا كلشي في الافيليت؟ بار ديفو كنقبلوا كلشي. مي راه الضغط اللي علينا ماشي غير من المغاربه، راكم عارفين ان المصريين هما
ملوك ملوك الافيليت تقريبا في الوطن العربي. يلا المغاربه ملوك الايكوميرس، ولكن راه المصريين كنقبلوا شويه بشويه، كندخلوا شويه بشويه، كنقراو الدوسيات ديالكم. راه بزاف ديال الناس كيقول لك مزيان واحد نجاوب عليك، يقول لك راه ما قبلتونيش. ملي كنمشيو نمشيو نقبلوه كنلقاو انه لي كيسيون كامل اللي سولنا كينقص فيهم. هذه مهمه. الناس اشوف موضوع ديال ما تقبلناش واش كتقبل كلشي، كلشي اخوان غيتقبل هاد يومين الجايه ان شاء الله، من هنا غدا الثلاث الاربع كلشي غيتقبل. امي باش نكون معكم صريح، انا ما بغيتش نكون ظالم، لان ماما حنا كنقبلوا شويه بشويه حتى كيخدموا عاد كنقبلوا. مي باش ما يقول لي شي واحد لا راه خليتوني في لاليست داتون مده طويله، غنقبلوا كلشي. مي راه اللي ما خدمش كنسدوا ليه الكونت صافي. هادي نديروها ماشي مشكل، واخا ما تصورش مع البارتنر ديالي. امتى تيتزادوا برودويات جداد؟ البرودويات جداد كيتزادوا تقريبا يوميا ولا كل يومين، يعني كل سيمانه كيتزادوا برودويات جداد. يعني كنيتورك، حنا كنيتورك كيكون عندنا عقود، كيجيو عندنا لي فورنيسور، كيجيو عندنا صحاب السلع، ديما كيتزادوا البرودويات. يعني البرودويات انه الفيلم ديال البرودويات يتحبسوا راه ما كاينش، ديما كيتزادوا الحمد لله. سو واحد الامين قال لك شركات الافيليت اللي كتنصح بها اخي. انا حاليا ما كنصحش بحتى شي شركه افيليت، كنصح بديالي اللي هي cod.network/login، تما الافيليت ديالنا، او دخل على cod.network غتلقى تاجر او مسوق وتسجل كمسوق. اخوان الناس كيسولوا بزاف على السيت، انا نحكي لكم السيت هنا بلاتي الاخوان. هاو الناس كيقولوا طريقه التسجيل، انا حطيت لكم السيت لتحت صافي. ضروري نخدم السؤال، واش ضروري نخدمو بيوكان؟ لا خويا ماشي ضروري تخدم بيوكان، خدم بلينكدين بيج ديالك، خدم بكلشي انت حر. غير هو الميزه اللي كاينه في بيوكان هو انه بكبسه زر كلشي، يعني بحال قلتي لوفر دخلتي دابا لقيتيه دابا، خلال 5 دقائق تقدر تطلق لي حمله اعلانيه، لان ما غتحتاج حتى شي حاجه. كدير اد تو يوكان، برودوي كيتكري عندك في يوكان او كونفيرتي، وديك الساعه جرب اون فوا خدم اللي كبان لك الضو، سير اخويا خدم باللي بغيتي، ما عندنا حتى شي مشكل. واحد السؤال قريته هنا، قريته دو فوا، كيهضروا على المنافسه. اخوان الله يرضي عليكم، هاد الفكره ديال المنافسه راه ما كنتفقش فيها. واش عرفتوا المنافسه؟ المنافسه هو ملي كيغرق المارشي، ملي زعما كتقول لي راه واحد البرودوي كنبيعو فيه 20 عام واحد المئات الالاف ديال الحبات في الشهر. دابا ملي كدوي مثلا على السعوديه اكزومبل 40 مليون بيرسون، 40 مليون راس، وكتقول لي راه داك البرودوي جبت منه 500 حبه غنساتيري المارشي وكاينه منافسه. ودابا بالله عليك واش 500 حبه 1000 حبه هي اللي غتساتوري دوله على قد دخلها 40 مليون؟ راه لوزين في الشيوه ملي كيانفيستي كيحط 30 مليار باش يدير لوزين، راه ما كيقولش باش يدير برودوي، كيقاد لوزين 30 مليار باش يقاد برودوي موجه للسوق السعودي. راه ملي هنا تخيلوها، الا هو صحابو ان البرودوي ديالو غيتساتور في 1000 ولا 2000 ولا 10000، مالو غيانفيستي 30 مليار؟ الله يهديكم، راه ما تفهموش، ما تخليوش العقل ديالكم محدود لدرجه كبيره في المنافسه. راه المنافسه امتى كتكون المنافسه؟ ملي كتبيع ملايير او ماشي ملايير عفوا ملايين ديال الحبات في واحد الوقت وجيز ديال عام عامين. يعني ما يمكنش تقول لي 500 حبه ولا 1000 حبه هي اللي غادي تساتوري لك مارشي. ما هي البلدان حاليا؟ عندنا الامارات العربيه المتحده، قطر، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وقريب إن شاء الله دول أخرين من شمال إفريقيا، من تركيا، من بزاف ديال الدول حول العالم. الأفيليت ما كيتعلقش بينا حنا في التواجد ديالنا بكثر ما كيتعلق بالمعلنين وصحاب المنتجات.
يتكل المنتج في الكويت واش ممكن يتباع في السعوديه؟ لا، المنتج ديال الكويت كيتباع في الكويت، المنتجات اللي كتلقاهم فيهم درابو ديال السعوديه خاصين بالسعوديه، اي دوله لها منتجاتها. سيدي خويا، حاب نبدا معاكم، واش هي الشروط؟ ما عليك تسجل ابروفا، تلقى غتلقى لي زوفر، تاخذ اللينك ديالك ولا اجوتيهم للستور ديالك ودير المبيعات، والباقي علينا. حتى شي حاجه ما كتخلصها وحتى شي حاجه ما عليكش. اوكي، انا لدي جوج فواتير بقيمه 374 دولار ولم استلم شيء منذ اسبوعين، ولم اعطي اجابه. كل مره يقول اوكي لقد اشترطوا علي. اوكي، طرق الدفع باي بال او حساب بنكي كما بغى يكون في العالم، كترونسفير وايز او اي حساب بنكي. بزاف ديال الناس الا ما تخلصتيش تكون على يقين انك انت ما دخلتيش الحساب البنكي ديالك بالشكل الصحيح في الكونت ديالك. اخوان، الافيليت ماشي هو بائع، لا، بائع عندي اكونت ماجر هاك الكونت راه داكشي مانيوال كثر. الافيليت هو واحد نيتورك اللي هي اوتوماتيك بزاف، دونك راه انت اللي خصك تدخل الكونت ديالك، عندك بلاصه تحط فيها لي زانفورماسيون بانكير ديالك بصحاح. ملي ما كيكونش صحاح راه البيمون ما غاديش يدوز لك اوتوماتيك. ملي ما غاديش يدوز لك اوتوماتيك كتولي كتخليها على المانيوال، والمانيوال هنا ما تحاسبنيش باقي على ما داز البيمون نهار الاثنين. اوكي، بزاف ديال الناس هذه لاحظناها بزاف في المغاربه، كتقول لهم كيقول لك بغيت نتخلص بالبنكه ديالي، كتقول لي اعطيني الايبان، اعطيني كود سويفت، اعطيني كونت بنكير، اعطيني كيقول لك هادشي ما عنديش. لا خويا، عندي غير الكونت بنكير. اخويا، ملي كندويو على التحويلات الدوليه راه كندويو على شروط معينه. هادشي رد ليها البلاسي ماروك تراند يمكن. ممكن كمثال تحسب لينا تكلفه الاعلان في اليوتيوب والربح؟ شوف، انا غنقول لكم الفيلم كي غادي، باش ما يبيع لك حتى شي واحد العجل ولا انا نكذب عليك ولا شي حاجه. انا نقول لك الفيلم في الافيليت بسيط جدا. ملي كتدخل شي اوفر، انا نجيك صريح، ملي كتدخل شي اوفر كتلقى عليه عموله مثلا في الغالب ما بين 22 حتى 25 دولار، نقول مثلا في الكويت 25 دولار. كن على يقين الى جبت ثلاثه ديال لي ليد في أسوأ الحالات غتليفرا فيه وحده، لانها ثلاث لي ليد غيتكونفيرمو جوج غتليفرا وحده. انا كنقول لك في أسوأ، يعني دائما الحساب ديالك انت كافي تخذو بالأسوأ. الا تجبدي ثلاثه وتكونفيرما جوج خير وبركه، كاين الناس عندهم 100% من تحت الأسوأ. دونك دائما دير بحسابك انك الا جبتي ثلاثه ديال لي ليد راه واحد اللي غيتليفرا. اوكي، دائما ارجع معايا، قلت لك البيد غيخلصوا لك في الكوميسيون 25 دولار. دونك خص باش تكون انت رابح يكون هاد المجموع ديال 3 لي ليد ما كيوصلش ل 25 دولار. مثلا كتجيب لي ليد ب 4 دولار، غتخلص 4 دولار، شحال خلصتي؟ 12 دولار. وشحال قلتلي فراوا شحال غتاخذ؟ 25، 25 ناقص 12 ربحتي 13 دولار في جيبك بصحتك. وهذا الشيء ضربوا على المئات والالف. انا عطيتك مثال بسيط، دائما خص التكلفه باش غتجيب الاعلان لا تتجاوز الكوميسيون مقسوم على 3. ملي كان عندك 25 دولار مقسوم على 3 كيعطي ليا 8.33. خص التكلفه باش تكون انت رابح، خص التكلفه باش كتجيب الليد ما يفوتش 8.33، جيبو بجوج بثلاثه باربعه انت رابح دائما. هذه هي معادله بسيطه. منتجات مستهلكه ولا تباع في الخارج، هل يمكن في المغرب؟ راي ديالك اخويا، راي ديالك، لان ما بغيتش نقول المئات، غنقول لك العشرات من الناس في اخر اسبوعين خدموا على نفس المنتجات وكيديروا مبالغ اللهم بارك كبيره بزاف. ونحاول نقلب على كونت ديال واحد الدري وغنخبي سميتو. اوكي اوكي اوكي، دابا باش الواحد ياخذ فكره، لان بزاف ديال الناس راه كيفهموا الامور مغلوطه. لقيتو، نحاول غير شي ورقه نخبي فيه سميتو.
العليا. زين هذا السؤال. اوكي انا اوريكم اكزومبل. هذا مثال الاخوان. هذا واحد مسح الكاميرا اسمحوا لي. هذا عورتها كاع اسمحوا لي. اوكي ها الاخوان نتوما كتشوفوا. هذا واحد السيد مبتدئ بادي اول تايم بادي واحد دو سومين. هادي شوف الكوميسيون ديالو 4000 دولار. اوكي 4000 دولار شحال جاب؟ جاب 493 ليد. شفتوها الحدود الساعه تليفرات فيها تكونفيرمات فيها 325 ليد وتليفرات فيها 174 والفلوس اللي غياخذ 4119. ديجا خدا فيها 2651 وغياخذ فيها 1153 جايه في الطريق. وهذا النهار يمكن جمع هاد 310. الا جينا نحسبوا هاد السيد باش خدم بنفس المنتجات اللي نتوما كتلقاو في الافيليت. الا سولتي بهاد 4109 شحال خسر الفلوس؟ انا نقول لك تقريبا شحال خسر. يخسر هاد 493 دولار مضروبه في واحد 3 ولا 4 دولار. شوف هنا ما كان هاد الحساب. ها انت دابا نقولوا شحال 490 و 93 اضربها في واحد 4 دولار ماكسيموم باش كيجيب الكوست. كتجيب خسر 1972 وربح 4109. وهذا الشيء بنفس المنتجات وبنفس داكشي اللي كتقول. لا اخوان راه بزاف ديال الناس كيحطوا في دماغهم معيقات راه لا اساس لها من التجربه. فقط هو صحابو راي ديالو ولكن راه ماشي بالضروره صحيحه. الاخ راه انا وريتك غير اكزومبل. هاد الدري عقلت عليه حيت غير شحال من مره دخلت الكونت ديالو وقيس على ذلك. يعني واحد السيد انفيستا واحد 2000 دولار الا كاين هنا والله بلا الا كيتفرج هنا الا كيتفرج هنا يطلع بغي يطلع معايا ما عندي حتى مشكل. هذا غير اكزومبل. واحد السيد مبتدئ ماشي مبتدئ مهم السيد مبتدئ انا بالنسبه لي كنقول عليه زعما مبتدئ عندي في النيتورك في الافيليت. يعني 2000 دولار 1900 انفيستيتي قول 2000 دولار وجبتي 4000 دولار جوج منين هذيك ما هز ما حط في شهر او قل وباقي لك بديتي في النيتورك والنيتورك يلاه جديده. دونك راك اعتقد الفكره وصلت. اسمح لي واش ممكن نخدمه بدون بنوك الكترونيه؟ ما عندي مشكله. انا عطيني حتى البنك ديالك في المغرب انفيستي لك في الكونت ديالك في المغرب. غير امتى غيوصلك ما تحملنيش المسؤوليه. ما تقولش راه السي او دي نتورك افيليت ما كيخلصوش في الوقت. انا بالنسبه لي نهار الاثنين غندير لك فيرمون امتى وصلك داكشي متعلق بالبنكه ديالك. هل انا مبتدئ هل من ضروري اكون محترف في الافيليت؟ ليس ضروري ان تكون محترف في الافيليت ولكن ضروري ان تكون تتقن الاعلانات. الفرق بينكم وبين بعض الشركات المصريه الموجوده بالسوق وشكرا. شوف نقدر نقول لك ما كاين حتى شي فرق. نقدر نقول لك ما كاين حتى شي فرق. نقدر نقول لك كاين فرق مي صراحه ما عرفش نجيك صريح ما عرف باش غنجاوبك. مي انا اللي عارف ان احنا يلاه بادين وفتايقين في داك في البرودوي ديالنا فتايقين في داكشي اللي كنديروا وفي نهايه المطاف على الاقل شركه مغربيه. الحمد لله نتمنى غير هاد شركه مغربيه تكون لها قيمه. يعني شحال من مره كيقدر يتواصل معاك فيها الاكونت مجرد في النهار نهار كامل انت معاه سواء في الواتساب سواء في ايميل سواء في التليفون. ماشي على تاني تبغي انت بوحدك تشدو نهار كامل. مي راه الكومونيكاسيون ما نقدرش نقول لك شحال من مره على حساب الكيستيون على حساب لوكا. شنو خاصني نستهدف البلدان؟ شوف انا جميع البلدان مزيانه غير كل بلد له خصوصيته. فيك عندك شويه ديال الصبر خدم في السعوديه، ما عندكش الصبر خدم الكويت صافي. خويا عاود شرح لي الافيت ما تزيد. خويا رجع اللايف في الاول راه شرحت فيه لي كوميسيون. الاخ اللي سوا لي كوميسيون الكوميسيون اللي ميت كيبدا من 22 دولار وهو طالع. واش بضروري تكون عندك تجربه في الادز؟ الادز ضروره الاخوان باش نجيكم صارح. طريقه التواصل مع قبول خويا ما كاينش طريقه ديال التواصل مع المقبولين. ملي كتاكسبتي راه كيجيك ايميل انك تاكسبتيتي.
هل ممكن ان نكون معلنين؟ ممكن تكون معلن، ولكن ماشي تجي تجيب لي 50 حبه وتقول لي معلن، ولا راه معلنين عندهم شروط، عندهم عقد كيسني، وعندهم بزاف ديال الامور، عندهم ديكوسيون كيحطوهم او اش كتسمى ضمانات ماديه كتحط. راه ما يمكنش يجي عندي واحد المعلن يقول لي خويا يحيى حط عندك هذا في الافيليت وغنعطي وغنخلص الافيليت $22. قال لي اوكي صحابك غيجيب لي برودوي غنحطوه صافي غنطلقوا. لا نقول لي شحال بغيتي من اوردر من ديليفري في الشهر؟ يقول لي 10000. اوكي نقول لي شحال غتخلص؟ $22. دونك نقول لي اعطيني 22 مضروب في 10، نقولوا غير 1000، بغى 1000 في الشهر. نقول لي اعطيني $22,000 ضمانه عندي مسبقا، خصي خلصني فلوسكم قبل ما كاع ما تجيبوا نتوما المبيعات. يعني المعلن راه عنده بزاف ديال الشروط. ايهما احسن واش فيسبوك ادز ولا سناب شات ادز؟ بجوج بهم زوينين غير سناب ديال السكيل. موظف مع الدوله واش ممكن يتقيد معاكم؟ مرحبا به. شحال هي مصاريف تحويل او النسبه المعتمده في تحويل الارباح خويا؟ حسدي بون، مثلا احنا مثلا عندك $200، حنا كنترونسفير لك $200، شحال قطع عليك لابونك ديالك؟ شحال صرف ليك الدرهم الدولار للدرهم ولا الحساب البنكي ديالك؟ داكشي بينك وبين البنكه ديالك. مي حنا $200 اللي كتسلينا هي اللي كنفيرسيو. افضل بلد نبدا به؟ الكويت. كم مدة التوصيل في السعودية؟ واش كتقدر مدة التوصيل في السعودية؟ 24-48 ساعة. ولكن بزاف ديال الناس راه كيفهموها غلط. ملي كتقول لي شنو هي مدة التوصيل، واش كتقصد بها؟ امتى غتكون عند، امتى غتكون بخي انها تليفرا للكليان، ولا امتى تليفرات لي؟ الى السؤال ديالك امتى هي بخي تليفرا للكليان ديالك، مثلا مشات من جدة، عفوا مشات من الرياض الى جدة، الى السؤال ديالك هو هذا امتى غتكون في جده وقادر الكليان يستلمها، نقول لك 24 ساعه. اليوم غتخرج من الرياض، غدا غتكون في جده، وفي نفس النهار مع 11 الصباح الليفرو غيخرجها يعيط ليه ياخذها. امتى غتليفرا؟ ما نقدرش نجاوبك حتى واحد في العالم، لان يعني يقدر يخرج عنده مع 11 والتليفرا مع 12، يقدر يعيط ليه النهار الاول يقول لي خليها حتى الغدا، يقدر يعيط ليه يقول لي خليها حتى بعد غدا حتى لفان دوموا، يقدر يعيط ليه يقول لي يقدر كاع ما يجاوبوش والله غيمشي عنده بعد غدا، وبزاف ديال الامور. غادي تبدا من اليوم $100 باش تبدا على حسابي، عيط الحب. شي واحد صافت ممكن هل ممكن نطلق الاتس على اكثر من برودوي؟ بطبيعه الحال اخويا تقدر تطلق الاتس على حتى البرودوي كامل اللي كاينين تما. الاخوه اللي كيسول عندي بروبليم تكنيك، كيفاش ندير البيكسيل، كيفاش هادشي كامل عند اكونت مازرو، وكاين فرقه تكنيك فعندنا اللي غادي كيتبع معك هاد الامور. انا براسي ما كنعرفش نحط البيكسيل، راه تسجلنا غير قبلونا اخوان. راه كما قلت لكم عافاكم ما تسولوش باقي على القبول، كلشي غيتقبل هاد يومين والله. وكما قلت لكم وغتعطى لكم كان جور حتى لشهر ماكسيموم اللي انكتيف راه غادي نسدو. الى درت حمله اعلاني؟ لا اخويا. السلام سي محمد، بالنسبه للاثمنه منين كنقارنها مع امازون السعوديه كنلقى الفرق كبير، واش هذا الشيء ما غاديش ياثر على المبيعات؟ اخوان هذا السؤال ديجا جاوبت عليه مليون مره، خصوصا بالنسبه للبائعين. مع مر شي برودوي كاين بشي اثمنه مختلفه في اسواق مختلفه، يعني انه ما غاديش نبيعوا. راه هذاك الشيء اللي كيبيعوا نسى كاع الافيليت، داك الشيء باش كيبيعوا الناس البرودويات تما دابا كبائعين، مثلا عندنا في السعوديه تورك ولا في اي بلاصه اخرى ب $80 ولا $70، راه نفس البرودوي تقدر تلقاه في امازون ب $30. ولكن الحاجه انت اللي ما عارفهاش في امازون ولا في البلاتفورم الاخرين، راه هذاك السيد راه ما خلصش الاعلانات، وداك السيد
الشيبينغ ماشي هو اللي مخلص وراه، انت اللي غتخلص وراه. ملي كنقول لك 30 دولار غتخلص باقي واحد 20 ريال ولا 30 ريال ديال الشيبينغ وبزاف ديال الحوايج. بخلاصه هادشي لا علاقه له بالمنافسه وما عمره كيأثر. بالنسبه للناس اللي قال لك بالنسبه اللي ما بغاش يخدم بيوكان كيفاش تلقى ديال البيكسل؟ لو بغاش يخدم بيوكان يقدر يقاد لي دي بيج ديالو او يخدم باللي دي بيج اللي كنعطيوه. خويا اتصلت بكم وقالت لي البنت باللي خاصني نخلص الثمن ديال البرودوي قبل ما يتباع. خويا راه دابا انت تلفان، راه هادشي كدوي عليه انت، راه ماشي هو الافيليت، انت كدوي على الماركت بليس. ماركت بليس هو واحد السوق بالعربيه تعرف كتشري منه السلعه ديك الساعه بيعها ولا ما تقول خليها. احنا كنديو هنا اليوم على الافيليت. كيفاش نتصل بكم باش نفهم؟ لا خويا الا مازال ما فهمتيش ما اتصلش بينا. اسمح لي، الا مازال ما فهمتيش ماز بلا ما اتصل. تفهم الافيليت دخل اخويا لجوجل دير فيه الافيليت او دير فيه التسويق بالعموله وغتفهم. كما قلت لكم تسنوا مني هاد يومين فيديو بسيط غنشرح فيه دقه دقه، غنديروا العاقه معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني حتى كتكونفيرما الاوردر عاد كتحسب لينا عموله ديالنا؟ لا، حتى كتليفرا كما قلت لكم قبيله غتجيب ثلاثه ديال لي ليد غالبا غيتكونفيرماو جوج، وغالبا في اسوأ الحال غتليفرا وحده. هنا غتاخذ 22 دولار. واش رايكم نخدم الايكوم ولا الافليت بالنسبه للناس اللي عندهم راس المال؟ شوف الناس اللي عنده راس المال وعنده الاكسبيريونس وكيعرف الادز، انا نصيحتي خدم الايكوم ماشي الافليت. نقدر نسوق من اكثر من ساعه؟ نعم. مزيان، سؤال واعر. قال لك كيفاش نقدر نعرف السيد زعما كيقصد المنتج اللي درت ليه التسويق للمنتجات ديالو شحال من ليفرا من الليد ديالي؟ مزيان، هذا السؤال واعر. والاخ اللي قبل يسول شنو هو الفرق بينكم وبين المنصات الاخرى، انا نقول لكم عندنا واحد الميزه ما كاينه في حتى شي منصه في العالم. وملي كنقول لك ما كاينش في حتى شي منصه في العالم ديال الافيليت اعرف ما اقول، ماشي دراري صغار. حنا ملي كتعطينا انت مثلا 10 د ليليد، دوك 10 د ليليد عندك لاكسي كتشوف كتدخل كتلقى دوك 10 د ليليد. ان فوا شي وحده فيهم تكونفيرمات كنقول لك تكونفيرمات، ان فوا كنقول لك راه تكنسلات كنعطيوك الداتا ديالو كامله. تاكد اخويا مع راسك كنقول لك هذا السيد راه كانسل، ها هو نمره التليفون ديالو، ها هو داك الشيء المعلومات كاملين. مزيان، يعني هنا تفاهمنا في الكونفيرميت. هذيك اللي تكونفيرمات كتمشي للشيبين كتشيبا. الا تليفرات كنقول لك اسيدي هاك تيغراض ديالك، الا ما تليفراتش كنقول لك هادي ماشي ما تليفراتش، ها هما الداتا ديالو عيط ليه صيفط ليه في الواتساب تاكد. وما كايناش شي افيليت كنسطر عليها افيليت نيتورك في العالم، في العالم باسره كدير هاد القضيه كيعطيوك الداتا ديال داكشي اللي ما تليفراش او ما تكونفيرماش. ما كايناش الا سي او دي نتورك افيليت. باش نسدو هاد الفيلم، حنا عارفين هاد لي كيسيون غيجيو وبلانينا ليهم. راس المال، شوف اخوان راه لا بلي بار لي كيسيون ديجا جاوبت عليهم. الاوردر باش يدوز ديريكت للافيليت واش خصني نليه مع ستور ديالنا؟ بطبيعه الحال، لان ملي كتدخل الكونت ديالك السي حمزه الافيليت كاينه فيه بوطون كونيكت تو يوكان، كتكونيكتي الستور ديالك مع يوكان باش يدوز المبيعات ديريكت. انت ما كدير حتى شي ما تحمقش باقي راسك. الناس اللي كيسولوا على الكونترا كما قلت لكم راه باقي نجرب واحد. غادي نجاوب واحد السيد وكل ما يتقلقش مني والله الا اخوك قال لك من 2015 وانا كنسمع اجي تربح. ها كيفاش تربح؟ اجي ها الطريق الربح. ما عمرنا ربحنا، جربنا كل شيء اودي. شوف اخويا عرفتي علاش؟ لان قلتيها في امك، قلتي انا غير كنسمع. يعني من 2015 وانت غير كتسمع،
من 2015 وانت غير لاح غير ودنيك، بحال شي واحد من 2015 غير كيسمع الناس كيبنيو الديور، بنى الحاج فلان الدار، بنى السي الحسين الدار، رقيه بنات الدار، فلان بنى الدار، ما عمره هو بنى الدار. وغيجي 2022 يقول لهم من 2015 وانا كنسمع بني الدار بني الدار وانا ما عمرني بنيت، لانك ما عمرك دزتي لاكسيون غير كتسمع. الا سمعت اخويا سير طبق، والا فشلتي راه ما كيعنيش ان الناس كذبوا عليك. هادشي كامل اللي كتشوف عايشين فيه راه ماشي جبناه من السماء، راه هادشي جبناه من هاد الانترنت اللي محقوره. انا بغيت ندير بحال لا معاكم كتجاوبونيش، ما عرفتش. هل تقبلون المصريين يا صديقي؟ بالعكس يا ميدو، نحن مع المصريين. والله راك احسن واحد في الشرح وكنرتاح. الله يكبر بك اخويا خالد. انا معاكم في السعودي نتورك. واش نفس المنظر؟ لا، شوف اخوان، السعودي نتورك للبائعين منصة وشركة لا علاقة لها بالسعودي نتورك افيليت. الصراحة كلشي مفهوم. اها، اخوان اسئلة يمكن نمشي للخر. اخوان بزاف ديال الكيسيون، مشيت للخر. كم سعر السهم عند كوميديا يحيى؟ اسم السهم ديال اش اخويا؟ ما كان بيعوش حتى حاجة. شوف الاخوه اللي كيسالوا على الثمن ديال الذبذبيه، ديجا جاوبت عليه. اعتقد الاخوان كيتعاودوا نفس الاسئله اللي جاوبت عليهم، ربما حيت الناس يلاه دخلوا باش ما نكثروش. شنو هو الافيليت؟ شرحنا اخويا من الاول. اذا تليفرات كوموند ناخذ الداتا نتاع الكلين. لا تليفرا اخويا هذاك، علاش نعطيك الداتا ديالو؟ ولكن انت راه عندك الا خدمتي بيوكر راه شو اللي تليفرس، هو اللي ما تليفرش كلشي عندك. سي انا ديجا مشترك معكم في السعودية، ولكن ما خدمت في الخليج، عندي خبره في الاعلانات ديال الفيسبوك لما خانا في فيسبوك الزيارات. شوف الاخوان، انا شوف اسوء شخص او اخر شخص تسولوا على الاعلانات وفيسبوك ادز وداك الشيء، راه قلت لي ما قلت لكم انا ما كنديرش اي كوميرس وممنوع عليا ندير الاي كوميرس. شنو هما السبب اللي يقدر يخلي شي واحد ما يتقبلش؟ شوف اسوأ سبب، يعني واحد السبب كنرفضوا به اي شخص بغض النظر على المعلومات ديالو، هو ملي ما كيحط لنا الاي دي ديالو، كتلقاه بلاصه لاكارت ناسيونال ولا بلاصه الباسبور حاط لينا التصويره ديال الجمل، هذا ما كيتقبلش. اخوان اعتقد ان كل شيء باين، كل شيء واضح. بقات 10 دقائق قبل ما تسالي ساعه. ندير واحد الريكاب لداك الشيء اللي قلت الناس اللي يلا دخلوا، حيت نفس الاسئله تقريبا كتعاود، وملي كتعاود نفس الاسئله كتعني جوج حوايج، يا اما الناس فهموا كاملين مزيان او ما فهموش. وهذوك اللي كيسولوا لماذا ممنوع عليكم الايكوم؟ مزيان نجاوبك اخويا، ممنوع علي ندير الايكوم لانه ليس من الاخلاقي وليس من العدل نكون لاعب ماتش وانا اللي هاز الصفاره حكم. دونك انا وراقي وسيمو لايف ممنوع علينا نديروا الاي كوميرس وسانين عليها. هذه تقريبا مش الحال تقريبا العامين او يناهز العامين، لكن ما قلت لكم لان ما يمكنش نكون حكم ونكون لاعب في نفس الوقت. راه الا جيت انا ندير الاي كوميرس راه عندي الداتا شنو كيتباع شنو ما كيتباعش، لكن هذا من الاخلاق من الاخلاقي لا يصح. وحتى باش الناس يكونوا مرتاحين ملي كتسول الناس علاش، ملي كتسول الناس على السي او دي نتورك راه كيجاوبك واحد الجواب زوين، كيقول لك السي او دي نتورك لانني ما خايفش على الداتا ديالي، ما خايفش على فلوسي، ما خايفش على بزاف ديال الامور. دونك انا نرجع معكم الاخوان ريكاب سريع، شنو هو الافيليت؟
الافيليت هو انك كتدخل كتسوق لمنتجات اللي كتلقاهم في البلاتفورم مقابل واحد العموله محدده سلفا، ما عليك الا كتاخذ داك البرودوي كتلينكيه مع السطور ديالك، كتجيب مبيعات، كتخلص على كل مبيعه ديليفري وما تحتاج لا تشري لا سلعه لا والو. ثانيا لمن كيصلح الافيليت؟ كيصلح الافيليت للناس اللي عندهم البيجي صغيره او الناس اللي ما بغاوش يدخلوا راسهم في الفيلم ديال الفيل في المنتج شي ستوكس فينا هو جيب السلعه تعطل السلعه الى اخره. المنصات الاعلانيه كاملين خدامين، راس المال ابتداء من 1000 درهم 500 درهم تقدر تبدا. المنتجات يملكوها معلنين واشخاص وشركات، وجميع البرودويات اللي غتلقاهم في الافيليت كاملين ناجحين كاملين خدامين. النهار ما كيكونش شي واحد خدام راه كنسيبريمي ولا انا كيسبب لينا حنا خساره والمعلن قبل ما يسببهم لك انت كافيليت. بالنسبه للدفع كيتم بشكل اسبوعي، داكشي اللي ليفريتي من الاثنين حتى الحد نهار الاثنين كتشدو اوتوماتيكيا. يعني كيكون عندك مدير حساب اللي كيتواصل معاك كتواصل معاه، واهم حاجه قول ليه يعطيك المنتجات الرابحه، المنتجات اللي عليهم واحد الكونفرجن طالعه باش تسهل على راسك الخدمه وتركز في الافيليت. هذا هو واحد الريكاب صغير. نتمنى ان سي ايوب مرشيش تحيه ليك سي ايوب، عطي الناس الاكونت اللي بغاوه. اعتقد كل شيء واضح، نشوف واش كاين باقي. بقات واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق ونسالي اللايف. اللايف بطبيعه الحال غنخليه سيف. شنو عندنا معلومات الله يكبر بك. غنخليه عندي في الانستغرام. غبرت؟ لا ما غبرتش اخويا موجود. غنخلي عندي مسجل، نتسنى الا كاين شي كيسيون. سي غيسان تحيه ليك، الله يبغي يبقى الاخوان كاين هنا. غنخلي في بوست، واللي عنده باقي شي سؤال يطرحه لتحت غادي ندخل نجاوب. كما قلت لكم اللي بغى يتسجل باين sodi.org/login يقدر يتسجل تما. اذا شخص يقدر يشري اكثر من قطعه ممكن تاخذوا اكثر من عموله، الا شرى عندك انت ماشي شرى عندنا حنا. التسجيل كما قلت لكم sodi.org/login. الله يكبر بكم الاخوان، تنمرتم كاملين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما نطولش عليكم، هذا لايف خفيف ظريف. نتمنى ان استفدتوا منه، او على الاقل تمنيت انني جاوبت على الكيستيون ديال الاغلبيه ديال الناس اللي انتريسيين بالافيليت. شكرا لكم كاملين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.